الو السلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ من بعد ما غسلت الوجه ديالي كيف ما كتشوفوا، فانا كنحاول نبارطاجي معكم لا روتين ديالي ديال الصباح. كيف ما كنفيق لقيتوني صباح شويه الصباح البرد، قلت لباس عاد نجي نكمل معكم لا روتين. دونك اول حاجه غسلت وجهي بهذا الموس هذه اللي كنقول لكم دائما انا كنحمق عليها. هذه موس انتي تاش انتي اوكسيدانت. هذه كيف ما كتشوفي الوجه ديالي، هذا راه ما فيه لا ماكياج لا حتى شي حاجه. فريمون كنصحكم البنات والله العظيم شوفوا من القلب، جو بارطاج افيك فو دي زاستوس اللي عمركم غتلقاوهم في شي بلايص. الوغ هذا موس هذه انتي اوكسيدانت انتي تاش، كتحيد لك لي تاش وكتصفي لك البشره ديالك بواحد الطريقه غريبه. الثمن ديالها كيدير 160 درهم، ما تيتعداش في البارا فارماسي. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على هاد لاموس فلاش اكلاس، هي كنغسل بها مره مره غير بحكم دابا السلاكيه، باقا ما شريتهاش كنغسل بهادي. مي حتى هادي البنات واعره، حتى هي فيها لا فيتامين سي. هادي الثمن ديالها كيدير شي 248، هادي الثمن ديالها كيدير 160 درهم. دونك من بعد ما لقيتوني غسلت الوجه ديالي، دابا كناخذ هاد لو سيروم اسيد هيالورونيك. دونك هذا سي بوغ ليدغاتاسيون او ميم طون اونتي ريد، لان هاد الايام ديزيدغاتات ليا لابو ديالي بزاف بحكم انا ما كندير لا فون دو تان حتى شي حاجه، يعني كنخدم على البشره ديالي ودائما كنبغيها تكون في هذيك النضاره وتكون في هذيك فريمون الحيويه وليكلا. دونك هاد لو سيروم من عند نوفي اكسبير، سي دو لاسيد هيالورونيك بور، كيحتوي على واحد لا كونسونطراسيون اللي هي عاليه البنات. الوغ كيف ما كتعرفوا لاسيد هيالورونيك كيبدا ينقص عندنا من الدهن ديالنا، من البشره ديالنا، من اللحم ديالنا. دونك هاد لاسيد هيالورونيك هو مهم بوغ ليدغاتاسيون و كيعطينا لانتونس ديدغاتاسيون. كيف ما كتعرفوا انا هاد الايام واخا ندير بو ميكستا غراس، يعني واخا ندير بشره ميدومه بدات كتنشف ليا. دونك لهذا بديت كندير داك البوستر اسيد هيالورونيك، وهذا حتى هو من عند نوفي اكسبير سميتو لو جيل روبول. انا ما كنديرش لا كريم ديدغاتاسيون حيت كتيدم ليا، كندير هذا سي لو بوستر اسيد هيالورونيك وكنعاود ندير فوق منه لو جيل روبول. دونك هاد لو جيل روبول حتى هو سي بور ديدغاتاسيون وكيعطيك افي روبولبون وما كيخليش لك البشره ديالك ميدومه. يعني بالنسبه للبنات اللي كندوي عليهم اللي عندهم البشره بحالي عندهم لابو ميكس اغراس. دونك هادي هي لا روتين ديال الصباح، دائما فيما كنفيق خصنا نتهلاو في لابو ديالنا ونتهلاو في البشره ديالنا باش دائما كتبقى اون بون سونتي. وديك الساعات عاد ديري الميك اب ديالك، ديري ليكرون ديالك، ديري اي حاجه. الو كيف ما قلت لكم هادو كيحتويو بجوجهم على لاسيد ديال هيالورونيك، يعني واحد لا كونسونطراسيون لي طالعه بزاف. فوالا شوفو معايا شي كيبقى شي كيلصق. ابخي كندير هاد لو سوان ليفغ ديال كوديكسيال، هذا كيرطب لي لافغ. يعني الى عندك لي لافغ ديالك ناشفين دونك هذا ديال كوديكسيال الثمن ديالو ما كيفوتش 70 درهم. كنديرو حتى هو بوغ ليدغاتاسيون، لان لا لافغ ضروري خصهم يتيدغاتاو باش مينشفوش ليك. من بعد كندير لو كونتور دي جو ليفتينغ اكلا ديال نوفي اكسبير، حتى هو واعر البنات هو هذا. الا بغيتو تسكرينيوه دونك هذا، حاولوا انكم غير تابوتيو ليجيرمون غير هكا. يعني غير كنطابوتي ها
غادي كتقلبي على ترطيب 100%. ديري هاد لاسيد هيالورونيك اللي انا بارطاجيت معاك هاد الصباح، راه واعر، راه بحال درتي حقنه ديال البوتوكس ولا ديال لاسيد هيالورونيك ولا الفيلر، فريمون كيعطيوك واحد الافي ليفتينغ للوجه ديالك، وكيعطيوك واحد النضاره واحد ليدغاتاسيون اللي هي زوينه. هادي دابا لاغوتين ديالي ديال النهار، من بعد نبارطاجي معكم ان شاء الله في الليل لاغوتين ديال الليل. هانتوما شوفوا معايا، حتى حاجه ما كتبقى، حتى حاجه ما كتبقى تلصق. دونك درت هذا ديال العوينات، من بعد درت لاسيد هيالورونيك ديال الوجه، من بعد درت فوق منه لو جيل ريبولب ديال ليدغاتاسيون. البنات ماشي كنقول لكم خصكم تشريو كلشي، اي حاجه قديتو عليها شريوها، المهم ليسونسييل هو ان هاد لاغوتين تكون عندكم. بالنسبه دونك كيف ما قلت لكم، هادي هي لاغوتين ديالي ديال النهار، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. وهذا واحد لي شونشون ديال ايدين كولور تانتي، هذا ايكران افيك اس بي اف 50، غنجربوه اليوم وغنشوفو كومون سا سباس. ما نقدرش نقول لكم، هو شوفوا ايدين زوينه وليدغاتاسيون كلشي، ولكن غنديرو كاملين وغنحكمو عليه. فوالا زوين، كيتلصقش حتى هو دغيا كيشرب، كيبينيتري رابيدمون. فيه شوية طيب زوين، اول مره غنجربو هو هذا ايدين افيك اس بي اف 50. انا البنات ما فاش كندير تاندي وما كنبقاوش عندي كاع، غير اليوم لقيتوني غدا معروضه على الصباح الفطور، داكشي باش قلت ندير شي حاجه تاندي. فوالا شوفوا معايا البنات واحد اللوك اللي هو زوين. الصباح الصباح ما كنكثرش ميك اب بزاف، صافي حدي كندير ايلاينر وكندير ماسكارا من مور داكشي كامل اللي درت. انا دابا علاش كندير هادشي قدامكم، باش بحال كنحفزكم. فوالا فوالا، كنتمنى ان هنا الاعجاب ديالك، ما تنسينيش من جيم وبارطاج ولايك باش دائما جهات بيوتي تبقى متواجده بكم. كنبغيكم بزاف، وكنتمنى ان لاغوتين ديال هاد الصبيح تكون نالت الاعجاب ديالك. بيزوات.